أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يكفي هذه الكلمة ألا تحذف من بين كتبنا ومن بين أيدي شبابنا وطلابنا وطالباتنا. الآن صاحب الفضيلة الشيخ دكتور محمد الأمين إسماعيل. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وبارك الله فيكم. أبدأ من حيث انتهيت صاحب الفضيلة في خطبتك، قلت لا تحذفوا لا إله إلا الله. إذا كانت نعم. هذه الكلمة كلمة التوحيد قد تحذف من بين كتب المقررات الدراسية والفصول التعليمية، إذا ما الذي يبقى؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة القرآن نفسه كان قرارا غامضا جدا يعني، وكان فيه شيء من الملابسات، وخرج على شيء من الاستحياء. لما أخرجته صحيفة التيار بيان من وزارة التربية في الصحيفة، وكان ما عندهم أي مبررات يعني، طلعوا بيان للصحيفة وقالوا الصحيفة إنها تنشره، وغاية ما عندهم قالوا نحن ده يعتبر حذف، والحذف لا يعني الإلغاء. كونه حذف أو ألغي في النهاية النتيجة واحدة، وكونه يحذف ويمنع أن يدرس، وقالوا ذلك لأسباب فنية، لكن ما بينوا ما هي الأسباب الفنية، بس بينوا قالوا ما من ضمنها الموائمة مستويات الطلاب. طيب هذا المقرر والمنهج يدرس من سنة 2002، نعم، ما جاء أي شكوى، وحتى إذا جاء شكوى منه ما يعني ما ممكن يلغى بدولة من الصحيفة تطلع الرأي إنه تم إلغاء، يقول لا حذف وليس إلغاء. نعم. ما هي المبررات أصلا للحذف؟ بعدين لو تأملنا في جهابذة العلماء الذين وضعوا المنهج، وضعوا المنهج ورجعوا المنهج، يعني دي الناس الدولة تأمنهم على الفتوى في البلاد، سواء كان البروفيسور محمد عثمان صالح، ولا البروفيسور عمر يوسف حمزه، ولا الدكتور عبد الباسط عبد الماجد، ديل كلهم اعضاء في مجمع الفقه الاسلامي واعضاء في هيئه علماء السودان. اذا كان ديل بيضعوا منهج منحرف، معناه الفتوى في البلاد كلها منحرفه، معناه اساس المصدر العلمي اللي بياخذوا منه المسلمين في السودان، سواء مجمع الفقه الاسلامي ولا هيئه علماء السودان، قد مع الانحراف. إذا كان جهابذة وعلماء زي دي أكفاء البلد كلها تشهد لهم بالكفاءة والمنهج مستمر لمدة 15 سنة، يجي بمثل هذا. بعدين برضو إذا كان الأساتذة مثلا ما قادرين يدرسوا، يأخذوا الأساتذة، وبذات تهمة المدرسين 15 سنة، أنت بعد نتيجة 15 سنة يعني الناس تدرسوا الآن يتخرجوا وماسكين وظائف في الدولة. قال كلهم قام على يعني، فلذلك المساله انا ارى والله تعالى اعلم ان استهداف فعلا للاسلام للمسلمين في هذه البلاد، ويجي في عقيده المسلم يا اخي يعني منهج مبسط جدا، ومنهج شامل، ومنهج مدعم بالادله بالكتاب وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام. ونحن في السودان اصلا ما مختلفين في اسم التوحيد يعني، بعد ذلك بقية المبررات في ناس طعنوا في اسم التوحيد نفسه، يعني مع انه في احاديث كثير عن النبي عليه الصلاه والسلام زي ما ظهرت في الكتب، الرسول عليه الصلاه والسلام استعمل هذه الكلمه وبقى مصطلح من قديم الزمان، ومصطلح الربوبيه ومصطلح الالوهيه من زمن ناس الامام ابي حنيفه، من القاضي يوسف، من ناس ابن حاتم، من التقسيمات والنصوص موجوده يعني. حتى عقيده الاشعريه في كتاب جوهرة التوحيد بتلقى تقسيم للاسم وللذات وللوصف، يعني في النهايه نفس ما في مشاحة في الاصطلاح. نعم. فلذلك كل المبررات التي ذكرت يعني فعلا قيمة جدا وحكيمة. وبعدين يا سيدي يضعوا لجان زي دي يجي يطغي وكيل وزارة، يعني معقول اصلا ما في اي توقير ولا احترام ولا تقدير لكل الناس الوقت، ويجي ويلغى في نص العام الدراسي، يعني قد يكون ناس دكتور يفاجئوا منه الغي، يعني مسألة فعلا غامضة. نعم. دكتور نحتاج فيها نناشد البرلمان يناقشوا القضية دي ويشوفوا المسألة دي، يعني مثلا وراء أبعاد بعيدة جدا، الظاهر وراء أبعاد بعيدة جدا طعم. من تظن يا دكتور، دكتور محمد الأمين إسماعيل، يعني هل هناك منظمات، هل تظن أنه هذا عمل منظم
ويعني من لديه المصلحة؟ يعني من يرجو مصلحة وراء هذا الفعل؟ وطبعا في ناس لبحوا بالكلام ده. يا ريت تعلوا لنا الصوت شوية بس. في ناس لبحوا بالكلام ده وقالوا انه كان في قاعة الصداقة في ندوة كبير وفي واحد جاي من خارج البلاد. نعم. وبعد ذلك ذكر انه ده نوع من العبث في المناهج ونوع من الفوضى. بعدين ده احترام للدولة يا اخي، يعني يجي واحد من برا يصف المناهج بتاعتنا انها فوضى وعبث وعلى الملأ كده يقول امام الناس، يعني مثلا مسألة مستفزة جدا. يجي واحد من برا يقول الفوضى والعبث في المناهج، اذا بقى في فوضى وعبث في المناهج ثاني الفوضى والعبث حتكون في شنو؟ ما في يعني، ما هي المناهج دي بنقوم عليها وبنرجع على اولادنا وبن اذا كان الفوضى والعبث في المناهج معناه الفوضى والعبث في الامتحانات، معناه الفوضى والعبث في الشهادات، معناه الفوضى والعبث في التوظيف، معناه الفوضى والعبث في قمه الدوله الحكومه. يعني ما ممكن اصلا يجي واحد من الخارج وبعد ذلك يجي واحد يقول لي اجتمعنا مع الكنائس في امريكا واجتمعنا مع البيت الابيض الصف الاول ومع الكونغرس الصف الاول واتفقنا نحن والكنائس والبيت الابيض والكونغرس انه المناهج اللي بتولد الارهاب. انا بقول والله مثل حظ هذه المناهج اللي بتولد الارهاب. يعني لما نيجي الشاب اللي عنده الحماس لدينه يلقى الدوله ذاتها منعت تدريس التوحيد، ثاني اللي بيمنعه شنو؟ يبقى تكفيري ويكفر الناس. طيب واللي بيمنعه شنو؟ يفجر الناس. اذا كان بيقول الدوله بتمنع التوحيد وتمنع لا اله الا الله، بيمنع شنو؟ هو ذاته يبقى متطرف بعد ذاك. نعم. ولذلك من اللي بيطلع التطرف؟ طيب دكتور دكتور لن يخرج على الدوله ويخرج على الحاكم ويخرج. نعم. ويفلتوا لانه حيثقوا في منو ثاني؟ طيب دكتور محمد الامين، يعني هذه المناهج قيل انها غير موائمه للطلاب والطلاب يعني لا يستطيعون استيعابها ولا فهمها، يعني قول لا اله الا الله محمد رسول الله يبدو انه في اشكال عليه الصلاه والسلام. هل هذه المقررات وبين يدي الكتب التي تتكلم عن هذا كتاب الصف السادس والصف الثالث ثانوي، اطلعت على هذه المواضيع وقرأتها مرة تلو مرة حتى أجد أين الصعوبة في عدم موائمتها للطلاب، هل ترى أنه هذه فعلا غير موائمة للطلاب؟ يا فضيلة الدكتور، يا دكتور محمد، إذا كانت ما هو موائمة أنت هي طبعا، لكن حتى من الشيء الظاهر لو كان وضعت السنة دي كان ممكن ناخذ أخذ لكن 15 سنة وين كانت الوزارة؟ إن 15 سنة أجيال تخرجت، أجيال قرت عليها ودرست عليها لمدة 15 سنة وهي ما موائمة؟ يبقى دكتور كبير جدا جدا. نعم دكتور. أيوة نعم. نعم دكتور، أنا لعلي أبوح سر يعني أخبرني به أستاذ سعد قبل قليل أنه بين يديه الآن طلب، الطلب هذا قدم لإدارة المناهج قبل 7 سنوات وفيه طلب بإلغاء هذين الموضوعين، وإن شاء الله في ثنايا الحلقة سيفصح أكثر عن هذه المطالبات التي قاموا بها قبل 7 سنوات وذكر فيها كل التفاصيل إن شاء الله. دكتور محمد الأمين إسماعيل الداعية الإسلامي المعروف، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لإتاحة الفرصة دكتور محمد حسان، والتحية لك ولضيفك فضيلة الشيخ سعد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.